ترترا باتا ترترا مع نهير مدحت مع نهير مدحت مع نهير مدحت يومياتي صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفونا فيه. معاكم نهير. النهاردة هنعمل مع بعض بيتزا نباتية أو بمعنى أصح هي بيتزا شوفان. التوبنج بتاعها نباتي، ممكن احنا نغير فيه ويبقى بيتزا عادية. بيتزا بتكنيك البيتزا الإيطالي، وهتلاقوا فيها تريكات كتير هتفرق معاكم. زي ما انت شايفين بيتزا قمر، هتحبوها وطعمها حلو جدا، هتعجبكم وهتاكلوها انتوا واللي في البيت، وهتحسوا بحاجة يعني مش هتفرقوها عن البيتزا العادية. رغم انها نباتية ورغم انها بالشوفان، بس حكاية يعني. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. تعالوا نعمل اعظم صوص للبيتزا او صلصة البيتزا. معنا طماطم والكمية تقديرية على حسب اللي احنا هنعمله، زيت زيتون، كراوية، وزعتر، ده زعتر عرايشي، وتوم وبصل باودر، وفلفل وملح وسكر. مش عايزين حاجة تاني. يلا بينا على السريع كده نعملهم. هحط التوابل بتاعتي، واحط عليهم شوية زيت، كمية تقديرية بس مش هنزيد عن معلقة بس كده، وهنقلبهم وهنحشي الخلطة العظيمة دي للطماطم. رصيت الصينية الطماطم في الصينية، وهحاول ان انا بس ادخل المكونات بتاعتي كده اهوت. انا كده حشيتهم كلهم، هدخلهم الفرن لمدة ساعة على نار هادية. ممكن ان احنا يعني نوصل لساعتين حتى، حتى ما نلاقيهم متسبكوا خالص هنبدأ ان احنا نطلعهم من الفرن. هجيب اي معلقة وهرفع وهحط كل الحاجات الحلوة دي، عشان كل ده احنا محتاجينه. هعصرها، هنعصرها كويس جدا. وده الشكل النهائي بتاع الصوص بتاعنا او صلصة البيتزا او الصوص اللي احنا ينفع نعمل بيه مكرونة او بيتزا او اي حاجة ينفع فيها استخدامات صلصة. طعمه خرافي، طعمه خرافي، والقوام بتاعه حلو قوي. شايفين قوامه يعني فظيع جدا. الطعم بتاعه فعلا وهم 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 وهم، يعني لأقصى درجة. ممكن لو جربتوا الطريقة دي مش هتعملوا البيتزا بالكاتشب ولا بالطرق التقليدية ولا الصلصة العادية اللي بتتعمل بيها. الطريقة دي احترافية جدا، وفي نفس الوقت يعني طعمها خرافي. تعالوا نتعرف على المكونات بتاعة البيتزا. احنا هنعملها بالشوفان، فانا معايا 112 جرام دي شوفان يعني كوباية، ومعلقة نشا، ونص معلقة سكر، وربع معلقة ملح، وباكت خميرة كامل، والمية في حدود 70 ملي. ليه 70 ملي؟ اللي هو ازيد يعني، يعتبر 3/4 الكمية بتاعت الشوفان، عشان الشوفان بيمتص سوائل كتير، فلازم ان العجينة تبقى طرية. وباخد معاهم معلقة زيت. دي المكونات بتاعتنا بكل بساطة. اي بيتزا احنا عاملينها سيمي ايطالي، فالبيتزا الايطالي ما بتاخدش لبن، ما بتاخدش اي حاجة كده كده احنا عاملينها. بالاضافة ان هي زي الايطالي، ان هي سيومي او نباتي، فهي كده كده ما بتاخدش اصلا لبن وزبادي والحاجات اللي احنا بنعملها. ده شكل من اشكال الفطير او المعجنات اللي واخدة توبنج بيتزا، مش اكتر من كده هوت.
فاحنا هنبدأ ان احنا نحط المكونات بتاعتنا. هنبدأ ان احنا هنحط الدقيق بتاعنا. قبل ما نحط عليه اي حاجة، حطينا الدقيق بتاعنا، وقبل ما نحط عليه اي حاجة الاسباتيول كده اهوت، هنفضل اللي هو بندخل فيه هواء. احنا كده كده دقيق شوفان مش هينفع ان هو يتنخل، فاحنا ايه بندخل فيه الهواء بطريقة اخرى تمام. وهنروح حاطين النشا، وزي ما اتفقنا دي قيمة معلقة عشان تدينا قوام لطيف. طبعا احنا لو هنعمل بدقيق القمح مش هنحتاج النشا خالص. وهنحط الملح والسكر، دايما اي حاجة فيها ملح نحاول نحط معها سكر، بنعمل معادلة للحار والبارد مع بعض. وهنحط الخميرة. انا عايزة بس قبل ما احط الخميرة الفت نظركم لحاجة، دي خميرة دريم ماشي، جافة فورية. الجافة الفورية ما بتحتاجش التخمير، فيبقى ايه ان انا هستعملها فورا في كمية كبيرة على كمية الدقيق بتاع الشوفان. لا، انا ببقى محتاجة درجة تخمير اعلى في اي حاجة انا هعمل بيها بالشوفان تمام. هبدأ ان انا انزل بالمية تدريجي والم. المرحلة دي طبعا مش محتاجة افتكاسات، ولا نفرد، ولا نجيب العجين يمين وشمال، احنا بمرحلة لم مش اكتر. كل ماذا؟ كل ما دقيق شوفان بيتشرب كل ما هحتاج مية. بس كان المعتاد بتاعنا ان احنا بننزل تدريجي بالزيت في اي معجنات. النسبة بتاعت الدهون ايا كانت الدهون المستخدمة في الاخر خالص بعد ما اعجن واظبط حالي كله. احنا شايفين كده العجينة ايه بدأت تلم، وفي نفس الوقت هي ملزقة سيكة، ألمها بايدي. بس انا عايزة كل حاجة تتداخل العجينة. يا جماعة نحاول قدر الامكان ان احنا لما بنيجي نعجن بايدينا. بايدينا ليه؟ عشان احنا نعرف الملمس بتاعنا ده مظبوط ولا مش مظبوط ولا ايه الدنيا. خلاص زي ما قلت لكم هي ملزقه سيكه. هبدا اضيف زيت الزيتون. ليه زيت الزيتون؟ اولا زيت الزيتون ما بنستخدمش فيه كميه كبيره، وبيدينا طعم غني جدا، وهو حقيقي مع المعجنات شيء رهيب. انا ما كنتش بحب زيت الزيتون، بس انا اخر سنه في حياتي فعلا حبيته جدا، حبيته جدا. بالاضافه طبعا ان فوائده كتير، هي مش محتاجه اكتر من كده. لا محتاجه ان احنا زي دقيق القمح نفضل ان احنا نفرد ونجيب يمين وشمال. لا، العجينه بتاعه الشوفان يعني ابسط مما تتخيله. هلمسها بس بالزيت عشان ما تشمعش. العجينة بتاعتنا كورة اهي ملساء، هي مش محتاجة انها تتفرد على بورد ولا على اي حاجة. انا هسيبها تخمر. عايز الفت نظركم مرة تاني ان التخمير بيفرق من دقيق القمح او الدقيق الابيض لدقيق الشوفان. دقيق الشوفان ما ينفعش ان احنا نسيبه فترة طويلة يتخمر، انما العجينة لو عملناها بدقيق قمح او بالدقيق الابيض يبقى احنا كده دخلنا في التكنيك بتاع البيتزا العادية، اللي هو لازم ان احنا نخمر على الاقل عشان نوصل للطعم المظبوط بتاع البيتزا اللي بيفرقنا من بره عن اللي احنا بنعملها في البيت على الاقل 12 ساعة. والتخمير بتاع التلاجة بيكون افضل كتير، اللي هو على البارد افضل كتير من ان احنا نسيبها بره. هنسيبها تخمر. العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت حطيت معلقة صغيرة من السميد عشان تدي يعني كرانشي شوية قبل ما احط العجين. شايفين طرية؟ ما تخافوش من نسبة المية اللي انا قلت عليها ان هي تبقى كبيرة،
لا بالعكس، عشان احنا عندنا الشوفان بياخد ميه كتير جدا. يعني احنا في العادي بتاعنا لما بنيجي ان احنا نعمل بيتزا العادية بنحط تلتين ميه، يعني تلتين الكمية بتاعة الدقيق ميه. هنا هوت احنا لازم ان احنا نزود علشان الامتصاص بتاع الشوفان اعلى بكتير. احنا فرقناها، هنبدأ بقى كالمعتاد ان احنا بنخرمها. زي ما احنا عارفين البيتزا ما ينفعش ان احنا نعملها عالية علشان هي مش كيك. نجيب الصوص بتاعنا، لان الصوص بتاع صلصة البيتزا او البيستو ماشي، وهنضيفه. كل المرحلة اللي جاية دي ذوق شخصي، ان انا هعرف ازود اضافات تخليها فطاري واضافات تخليها صيامي. بمناسبة فطاري وصيامي، طبعا منتشر دلوقتي الجبنة بتاعت الموتزاريلا النباتي، وطبعا يعني هي كلها دهون مهدرجة ومكتوبة صراحة، وطبعا الناس بتحب انها تجدد في الصيامات وكده هوت. فنصيحة مني، بلاش موضوع الاجبان دي، وعشان احنا نخرج منها يا اما تعملوها في البيت بالمكسرات، يا اما ان انتوا تشتروها في شركة اسمها فيو لايف. انا معرفش دي منتجاتها موجودة في كل المحافظات ولا لا، بس انا برضو شفتها على النت. انا جنبي رويال هاوس، فانا بجيب منه وهوريكم الشكل بتاعها. ده شكل الجبنة، انا وريتها لكم قبل كده. الطعم ده بطعم الموتزاريلا. عايزة اقول لكم هي مش رخيصة، يعني خلينا واقعيين ومنطقيين، هي مش رخيصة. اي منتج صحي مش رخيص، بس هي انا جالي يعني وقع قدامي حاجات ومنتجات لاماكن مختلفة، وحقيقي مش منتجات صحية ومكتوب عليها مباشرة دهون مهدرجة. صحتنا اغلى من ان احنا نضحي بحاجات ملهاش لازمة. انا هحط من الجبنة دي، زي ما اتفقنا ان المرحلة دي مرحلة ان انا بس محتاجة، سواء ان انا اخترت انها هتبقى صيامي او انها هتبقى عادية، المرحلة دي فقط لا غير هي اللي انا مش عايزة اكتر عن كده، لان انا بصراحة انا ما بحبش يعني نوعية الاجبان النباتي. شوف التوبنج بتاعنا، انا هكمل التوبنج طبعا صيامي او نباتي، عشان مجرد بس ان احنا بندي افكار. هحط شريط توماتو، ظبطوا بقى على حسب ذوقكم الشخصي. انا حابه ان البيتزا تبقى فيها بروتين وبيبقى فيها كارب وفيها خضار علشان تبقى وجبه متكامله. بالنسبه للناس اللي دايما يسالوا ينفع ان احنا نحط فيها ناكلها كلها، ناكل نصها، ناكل ربعها، ناكل قد ايه، انتوا سعراتكم يا جماعه، مفيش حاجه اسمها كده هو. انتوا السعرات بتاعتكم، السعرات بتاعتكم هي اللي هتحدد تاكلوا ايه. بيتزا من غير زيتون مشكله بصراحه. مش هنكتر، اجيب اي بقى حاجه تاني، اي بروتين بقى يعجبنا. بالنسبه لي هحط الجمبري، انتوا احرار، حطوا الحاجه اللي تحبوها. كمية الجبنة، كمية الخضار، كل ده متوقف على سعراتكم وانتوا بتحبوا الحاجة ازاي. ومفيش ما يمنع ان احنا كل فترة نعمل حاجة زي كده، وخلي بالكم هي سعراتها مش كتير. شايفين القمر والجمال والحلاوة، هندخلها الفرن 15 دقيقة ونشوفها بعد ما تطلع. كده البيتزا بتاعتنا خلصت. عايز اقول لكم ان الكراست 579 كالوري، والتوتال بعد التوبنج بتاعي دوت، طبعا ده بيختلف من حد للتاني، ب912 كالوري. فيها 102 كاربس، فيها 36 فات، فيها 40 جرام بروتين. حاجة عظمة يعني. طبعا هسيب لكم التفاصيل كلها في الديسكريبشن بوكس عشان تعرفوا السعرات والفرق ما بين كل حاجة والتانية.
عايزة بس ان انا اقطعها ونشوفها مع بعض شكلها ايه. شايفين السلايس عاملة ازاي؟ شايفين العجينة شكلها طري ازاي؟ طبعا انا مش عايزة ان انا انسى اقول لكم ان احنا عندنا على القناة بلاي ليست باسم صيامي، فيها كل الوصفات الصيامي اللي هتنفعكم في الصيام، فيها بسكوتات، فيها حاجات حلوة، فيها طرق اكل كتير حلوة قوي قوي قوي، وينفع ان انتوا حتى تعزموا عليها، مش شرط بس ان انتوا تبقوا عاملين دايت او كده. هوت وصفات كلها مبهجة وحلوة قوي 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 قوي، وهتشرفكم، وهينفع ان انتوا تتشاركوا فيها مع اللي في البيت. وزي ما اتفقنا احنا دايما بنعمل اكل صحي، ينفع ان احنا نتشارك فيه مع كل اللي في البيت، علشان المشاركة في الطعام بتدينا بركة وبتخلينا كلنا مبسوطين وحاسين ان احنا شخص طبيعي، مش ناقصه اي حاجة. الربع من البيتزا دي ب 228 كالوري بس، سعرات قليلة، وممكن احنا ناكل منها كل يوم، ممكن ان احنا ناخد منها جزء احنا وسعراتنا، وعلى حسب كمية الكارب اللي احنا بناخدها. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك اند شير نهير مدحت، تابعوني على كل السوشيال ميديا، واستنوني الوصفة الجاية هتلاقوا وصفات كتير حلوة قوي، صيامي وفطوري، وللناس اللي بتعمل دايت عادي، وللناس اللي عندها السكر، وللناس اللي بتعمل كيتو، والناس اللي بتعمل لو كارب، كل الأنظمة الغذائية هتلاقوا حاجة بتخصكم عندنا. هنا هوت احنا متجمعين عشان نعمل أكل صحي حلو قوي. يلا استنوني الوصفة الجاية. باي.